الصيد، بالإضافة إلى 3000 فرصة في الحضر بقطاع الخدمات. في الأردن، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي زيادة معدلات البطالة في المملكة مؤخرا إلى 14.1%، وأرجعت وزارة التخطيط السبب إلى انضمام ما بين 60,000 إلى 70,000 سوري لسوق العمل غير الرسمي في البلاد، مشيرة إلى أن الأزمة السورية تأثرت على اقتصاد البلاد بشكل مباشر. إلى البحرين، التي استضافت معرضا ومنتدى دوليا للاستثمار بهدف إعطاء الفرص للشركات والمؤسسات في مختلف المجالات لعرض منتجاتها وأنشطتها المختلفة. يأتي المعرض في إطار سعي دول الخليج العربي لجذب الاستثمارات وتنويع اقتصادها المعتمد في الأصل على النفط. بهدف تعزيز فرص الاستثمار بالبحرين، استضافت العاصمة المنامة المعرض والمنتدى الدولي للاستثمار الذي نظمته وزارة الصناعة لمشاركة عدد كبير من المستثمرين وكبار رجال الأعمال في الشرق الأوسط والخليج. المعرض أتاح الفرصة للشركات المحلية لعرض أنشطتها في مجالات الزراعة والاتصالات والسياحة والتنمية العقارية. الغرض من المشاركة بهالمعرض الجميل ان احنا نعرض الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري. طبعا لا يخفى عليك ان مشروع ديال المحرق من اكبر المشاريع العقارية الموجودة حاليا في البحرين. الزوادي اكد ان الطلب يتزايد حاليا على الاستثمار في القطاع العقاري بسبب الاقبال عليه من جانب المستثمرين. شفنا احنا بعد الازمه الاقتصاديه شلون التحول اللي صار في الرغبه في القطاع الاستثمار في القطاع العقاري. طبعا رغبه كبيره وتغير الوضع، والحين شفنا ان في خلينا نقول انترست ميجر انترست من المستثمرين في هذا المجال. المشاركون في المعرض أكدوا أيضا أن الموقع الجغرافي للبحرين بين دول الخليج العربي ساعدها في جذب الاستثمارات الخارجية. عندنا أرضية خصبة، أنظمتنا جدا ممتازة، ومثل ما احنا نشوف في المعرض في شركات كبيرة موجودة للاستثمار، وفي حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ابتدوا في الصناعات في البحرين. وتشير آخر البيانات الرسمية التي صدرت في يونيو الماضي إلى أن النمو الاقتصادي في البحرين تسارع بقوة في الربع الأول من عام 2013 مدفوعا باستئناف إنتاج النفط. كما أشارت البيانات إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 5.3% في الربع الثاني، وهو أعلى معدل منذ الربع الأخير لعام 2010. وتوقع محللون استمرار زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 4% في 2013 من 3.4% في 2012، على أن يعود إلى التباطؤ مجددا إلى 3.5% العام المقبل. سامح الجويل. ومن البحرين نختتم هذه القراءة الاقتصادية. عودة إلى الشق السياسي من هذه الساعة الإخبارية الشاملة مع زملاء أمل رشدي وريهام رجائي من جديد. تفضل. شكرا لك أحمد، ونواصل متابعة. أبلغ رئيس اليمني عبد الرب منصور هادي أعضاء في اللجنة الرئاسية بضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار بين الحوثيين والسلفيين في بلدة دماج لتجنب التدخل العسكري للجيش في وقف الحرب الدائراتي بين الطرفين. جاء ذلك عقب تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والسلفيين بعد يوم واحد من الاتفاق على وقف لإطلاق النار، حيث جدد مسلحو الحوثيين قصفهم للبلدة ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل. من جانبها، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في البلدة بشمال البلاد بسبب أعمال العنف المسلحة الجارية بين الجانبين. المزيد من المتابعة انضموا إلينا هاتفيا من العاصمة اليمنية صنعاء جمال الأشوى المراسل النيل. جمال، صف لنا الوضع لديك الآن في ضوء التطورات الأخيرة. نعم، حقيقة بعد ساعة واحدة فقط من إعلان السيد جمال بن عمر المبعوث الأممي للليمن عن التوصل إلى وقف إطلاق النار في منطقة دماج، أعلن الناطق باسم السلفيين أن جماعة الحوثي خرقوا هذه الهدنة وقاموا بقصف منطقة دماج بعد ساعة واحدة من هذه الهدنة، بمعنى أن سريان الهدنة لم يعد ساريا، والآن المواجهات متجددة وهناك قصف
جماعة الحوثي على منطقة دماج، وكان الناطق باسم السلفيين قد أكد بأن هناك 40 جريحا، حالتهم خطيرة، هم بحاجة إلى إسعاف سريع يتمكنوا من تقديم المساعدات الطبية لهم. لكن طب جمال، ما هي ملابسات إعلان عدم العمل بالهدنة أو وقف الهدنة التي كانت معلنة من ذي قبل بين الطرفين؟ نعم، سلفي الحوثي وصل قصف المنطقة، الأسباب غير معروفة، هي الأسباب هي نفس أسباب الحرب، ولكن كان يفترض سريان الهدنة أن يلتزم الطرفان بهذه الهدنة، لكن المعلومات الواردة من الصحافة تقول بأن جماعة الحوثي قامت بنقص هذه الهدنة، معنى من الممكن أن يتدخل الجيش في هذه الحالة لفض هذه الاشتباكات وإنقاذ الجرحى وإخراج من منطقة دمج. نعم نعم، جمال الأشهر مراسل النيل في صنعاء، شكرا جزيلا لك. سمع عدوي وإطلاق نار كثيف ونيران أسلحة مضادة لطائرات في وقت مبكر اليوم في العاصمة الليبية طرابلس. وقال مصدر بميليشيا لها روابط بالحكومة إن قتالا نشب بين ميليشيات في منطقة سوق الجمعة شرق العاصمة من دون أن يذكر تفاصيل. يأتي ذلك بينما امتنعت الأجهزة الحكومية عن التعقيب. يذكر أن ليبيا تواجه حالة من الفوضى مع سعي الحكومة لكبح جماح الميليشيات والجماعات المتشددة المسلحة. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سعيد الغريب، مدير مكتب الأهرام في ليبيا. أستاذ سعيد، هل تم التوصل إلى الأسباب وراء إطلاق النار الذي وقع مؤخرا والجهة التي تسببت في ذلك؟ هو حسب ما ورد بعض المصادر اليوم أن هناك كانت اشتباكات في منطقة الشاطئ بسبب إطلاق نار على قائد كتيبة النشور الليبية وأصيب وتم مقتل مرافقه، وعلى إثر ذلك انتقل قائد الكتيبة إلى مستشفى طرابلس مصابا ومقتل مرافقه. ومن هنا تجددت الاشتباكات بين عناصر مسلحة في منطقة سوق الجمعة وفي منطقة كتيبة الثوار سوق الجمعة النصور وفي عدة مناطق أخرى طوال الليل في منطقة الهرهور. ما هي الإجراءات الأمنية التي اتخذت في أعقاب هذا الحادث؟ اليوم العاصمة الليبية طبعا عطلة بمناسبة العام الهجري، ولكن هناك إجراءات أمنية مكثفة في كافة الميادين وفي كافة الساحات من قبل الجيش الوطني الليبي، وهناك منتشرين القوات والمدرعات والسيارات الأمنية والغرف الأمنية. لكن شهد اليوم أن عدة سيارات مخترقة في منطقة الشط وفي منطقة طرابلس من اللجنة الأمنية، وحسب مصادر أمنية أن هناك 4 سيارات مخترقين وأصابت عدة أشخاص ضمات بالليل في منطقة الشط وسوق الجمعة. جزيل الشكر لك على هذه المتابعة. أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الانتصار التام على حركة M23 المتمردة، فيما أعلنت الحركة التي تأسست قبل 18 شهرا نهاية تمردها بعد طردها من آخر المواقع التي كانت تحتلها شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن آخر فلول M23 أخلوا أماكن تحصنهم في مناطق شرق البلاد تحت ضغط القوات المسلحة الكونغولية. وذكرت القوات المسلحة أنه تم إحراق مخازن ذخيرة للحركة وتم تفريقهم في جميع الاتجاهات خلال المعارك التي استمرت طوال الليل. قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم إن 150 جنديا فرنسيا وصلوا كتعزيزات أمنية إلى كيدال بشمال شرق مالي بعد مقتل 2 من الصحفيين الفرنسيين من إذاعة فرنسا الدولية. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول جثامين الصحفيين الفرنسيين إلى مطار شارل دوغول، حيث استقبلهما الرئيس الفرنسي ووزراء الشؤون الخارجية والاتصالات والثقافة. هذا وقد تعهد الرئيس المالي أمس بذل كل الجهود من أجل العثور على قتلة الصحفيين الفرنسيين، حيث تجرى حاليا عمليات عسكرية بحثا عن المسؤولين.
على جانب آخر يستقبل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لعقد جلسة مباحثات على هامش المؤتمر العام السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية إيراني إلى باريس بعد تحسن العلاقات بين البلدين عقب اجتماع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي. من المقرر أن تشمل المباحثات الملف النووي الإيراني وذلك قبل عقد الجولة الجديدة للمفاوضات مع مجموعة 5+1 والتي ستنطلق في 7 نوفمبر القادم من نوفمبر في بجنيف. يجري وزير الخارجية الأمريكي جون كيري محادثات مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكارسكي بشأن السياسة الأمنية وإقامة درع صاروخي في المنطقة. وأصدق فضيحة التجسس المتورطة فيها وكالة الأمن القومي الأمريكية في أوروبا. كان كيري قد وصل إلى العاصمة البولندية وارسو أمس وزار قبر رئيس الوزراء البولندي تاديوس مازوفيتشي الذي توفي أواخر الشهر الماضي ولعب دورا كبيرا في انتقال بلاده ومعظم بلدان شرق أوروبا للحكم الديمقراطي أواخر التسعينيات من القرن الماضي. ومن المقرر أن يلتقي كيري رئيس الوزراء ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك وزير الدفاع توماس سيمونياك. صرح وزير الدفاع الياباني إتسموري أونديرا أنه في حال ثبوت صحة التقارير الإعلامية بتجسس الولايات المتحدة على طوكيو فإن ذلك من شأنه أن يضر بالثقة القائمة بين الدولتين الحليفتين. وأضاف وزير الدفاع أن حكومته تخطط لإنشاء هيئة جديدة لحماية المعلومات والنشاطات الإلكترونية تتولى إدارتها وزارة الدفاع. كانت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت أن من ضمن المهام الرسمية لوكالة الأمن القومي الأمريكي هي استخدام قدراتها التجسسية لمنح واشنطن تفوقا دبلوماسيا على حليفتها فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى تفوق اقتصادي على كل من اليابان والبرازيل بجانب دول أخرى. تغطيتنا تتواصل مع حضراتكم على مدار هذه الساعة الإخبارية الشاملة من أحداثنا بعد الفاصل. بعد وصولها إلى القمر الهند تطلق أولى رحلاتها إلى المريخ.